صاحب الصوره اللي انتوا شفتوها، الشباب اللي كانوا موجودين دول، الالاف اللي كانوا موجودين واللي كانوا بيغنوا معاه، صاحب ومطرب التراب ويجز. مساء الخير يا عم ويجز. مساء الخير. كلكم بخير يا مساء الخير عليك. يعني اولا قول لي الصوره دي والشباب والعدد، انت كنت متوقع هذه الاعداد وشباب بتغني وراك اجي وغدي النونة وكل الكلام ده؟ حقيقة أنا كنت عملت حاجة واحدة، كانت جت حاجة رهيبة. لا الصوت، الصوت استأذنك يا ويجز، احنا عاوزين بقى نتكلم عن الفن بتاعك، فالصوت بتاعك مش واضح، ممكن بس تبقى ثابت في مكان؟ حصل. اللي انا بحاول اقوله ان انا عملنا حاجه في الساحل قبل كده، فكان العدد قريب من كده، ولكن صراحه تفاجئنا برضو بكل الناس اللي جت ديت، وانبسطنا جدا 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 في خلال اليوم. يعني هل انا ممكن اسالك على عمر الجيل اللي بيسمعك؟ يعني كل واحد بيبقى عارف انا جمهوري مين، انت جمهورك مين؟ انا جمهوري غالبا شريحه من 16 لحد 40 لحد 38 سنه، ويمكن حتى الناس اللي اكبر من كده شويه ابتدوا يعني يستلذوا النوع ده من المزيكا ويحسوا ان دوت شيء ممكن يسمعوه برضه. فاهماني؟ فاهماك طبعا. طيب قول لي ايه اللي خلى الراب ينجح رغم ان احنا عندنا يعني فنون كتيره جدا، بس ايه اللي خلى الراب يوصل للشباب الصغيرين بالشكل ده وبالاحساس اللي احنا شايفينه وبالاعداد دي؟ عشان مريح جدا وفن جريء جدا، وكل حد يعني كل رابر وكل مزيكاتي فينا بيكتب بيتكلم عن نفسه، بيدخلك في تفاصيل حياته، فبرضه الموضوع بياخد شويه جرأه او شويه طاقه من الشخص ان هو يعني يدخلك في تفاصيله ويتكلم عن نفسه. لما شاب تاني بيسمع المزيكا ديت وبيحس ان هو الولد دوت بيقول حاجه انا حاسس بيها، فبرضه بيسمعه بيحبه بيتعلق بيه. فاهماني؟ ف يعني انا اللي انا بقوله صراحه اللي هو المزيكا بتاعتنا اجرأ شويه، والمزيكا بتاعتنا افرح شويه، والمزيكا بتاعتنا متنوعه. المزيكا الاغاني بتاع يعني الكلمات بتاعتكم اجرأ والمزيكا افرح مبهجه اكتر، يعني بتقول وفي صراحه وفي جرأه مع الناس اللي احنا يعني مع الفانز بتوعنا. لو احنا شباب عاديين جدا جدا في سننا وبنعمل اللي بيعمله كل شاب عادي يعني، فاللي بعدي بيه بكتبه وبقوله حد تاني بيحسه بيبقى خلاص هو اوتوماتيك واصل له. فانت حاسس ان انت بتغني لسنك، لناسك، لشباب يعني زيك، هم بيحسوا بنفس المشاعر. كل حد لان هو يعني في الفتره ديت كلها او السن دوت كله عامه كل المشاكل قريبه من بعض. وغير كده المزيكا نفسها متنوعه جدا، يعني احنا بنعمل مزيكا حزينه بنتكلم فيها عن انا الولد اللي بيحب بنت وجرحته، والولد اللي بيحب بنت وبقوا مع بعض، ونسينا ان في برضه جزء تاني مش شرط يكون بيتكلم عن دوت عشان ابقى بتكلم على تراك حزين. عادي ممكن اكون انا بوصف لك حاجه بتحصل معايا، انا علاقتي باخويا مثلا مضايقاني، فكتبت عليها نوع من انواع فتكتب عليها حاجه الاغاني وبتنزل وبيبقى برضه نفس هل ويجز، هل انت تقصد انه انتوا اقرب للمجتمع؟ يعني انتوا خلاص كده بتقول لي انه شباب ما بقوش يحبوا بقى الاغاني الرومانسيه بقى والحاجات الطويله، يعني انتوا عايزين حاجات قريبه من المجتمع طبعا. يعني اللي هو انا نازل الشارع ايه اللي حصل تبقى اغنيه، انا رايح الجامعه حصل لي حاجه تبقى اغنيه. يعني لا بس بقول ان في مود، يعني المزيكا ديت اكيد انا شخصيا بسمعها، بس انا بقول ان زي ما في مود اوقات انا بحس ان هو انا عايز اشغل الاغنيه ديت عشان انا حاسسها دلوقتي، فحاسس بس بتنوع اللي هو فكره ان احنا عندنا حاجات اكتر من ديت، يعني عندنا مليون شكل من الاشكال. يعني كل الرابرز على فكره لو سمعتيهم مش هتلاقي حد شبه التاني اصلا، كل حد فيهم واخد طريقه وواخد واي وبيعمل بيه مزيكا. طب قول لي كل واحد فيكم عنده طريقه، قول لي ليه اسكندريه بالذات تحديدا الراب فيها عالي؟ يعني ايه البحر مثلا عامل الاجواء دي؟ يعني ايه اللي حاصل في اسكندريه؟ والله ما تفهميش، تحسي الاسكندرانيه كلمنجيه يعني. بس الصراحه انا بحب الراب الاسكندراني قوي، وبحب الراب القهراوي برضو، وكذلك برضو يعني كل بلد فيها راب، كل بلد في مصر فيها راب، كل محافظه فيها راب، بس اي وود سي اسكندريه خدت عدد اكتر من الراب. انت بتعتز بالورديان؟ انا من الورديان. انت بالورديان؟ بس الراب الاسكندراني اعتقد يعني ان احنا بس تعدادنا هناك كتير قوي، فده ادى فرصه ان يعني الشباب تتعلم، وان الشباب يبقى في مناخ اصلا ممكن
يهيئ لاي حد ان هو يعمل النوع ده من المزيكا. في استوديوهات وفي شباب بتنزل في الشارع لحد دلوقتي بيقفوا وبيسمعوا مزيكا ومش عارف ايه وهكذا. فاحنا اصلا يعني حياه الشارع في اسكندريه في وقت ما انا كنت 18 سنه كان هو ده، كنت بنزل من البيت وانزل اقف مع الشباب ونشغل مزيكا على العربيه ونقعد نغني. وتقولوا اللي انتوا بتحسوا بيه واللي يجي على بالكم يعني. طب ما هو زمان لو رجعنا بالتاريخ زمان يا ويجز هنلاقي بقى معاك اسكندريه باسكندريه. انا ممكن برضو اكلمك عن يعني سيد درويش، يعني ما كان مكسر الدنيا وكان بيقول كلام برضو مختلف وكلام بيحس. يعني يمكن كل زمن ليه ناسه، كل زمن ليه فنه. اكيد بس ده ما يقللش من اي حد. انا بس بحاول اقول ان يعني يمكن انا بقصد انت بتقولوا حاجات مختلفه، ما هو برضو كانوا بيقولوا حاجات مختلفه. اكيد ما هو كل حد اتهاجم، كل حد وهو بيطلع اتهاجم كده كده. ولكن دلوقتي صراحه انا يعني انا مبسوط قوي عشان انا كنت بتهاجم في الاول، ودلوقتي ابتدى الوضع مش يبقى حلو. لا انا بالعكس، انا يعني كل الفنانين بيكلموني يباركولي، كل حد بيشوفني بيقول لي المزيكا حلوه، المزيكا مش عارف ايه. واحنا برضو زمان معلش انا اسف، حوات ما كنا بنعمل ما كانتش شرط احسن حاجه، ان احنا ما كناش اشطر ناس. احنا كنا 18 سنه و19 سنه بنحاول نعمل مزيكا على اللي احنا عارفينه. احنا برضو مش مزيكا انتوا مزيكا تكونوا بتحبوها. طب انا عايز اسالك على الصور. ولكن مع الوقت يعني ابتدى الموضوع يتطور وابتدينا نفهم شويه احنا بنعمل ايه، فابتدت الاغنيه نفسها تتطور والكواليتي بتاعت الاوفر اول اوتكم اللي بيطلع من الاستوديو يبقى شكله احسن، فابتدى يسمع ناس اكتر لان هو اوتوماتيك خلاص خبره، بقى لنا 4 سنين أو 5 سنين شغالين في المزيكا، فابتدينا نتطور فابتدت الناس تحترم الموضوع وهكذا. وبدا الاعداد تزيد. استقبلت الصوره زي اللي شفتها في حفلتك الاخيره في المناره للالاف، الصوره هي على الهوا. انت استقبل الصوره دي، انتشرت جدا على السوشيال ميديا، وبصراحه اهالي كتير قالوا هو مين ده؟ مين ده اللي ولادنا كلهم راحوا له؟ استقبلت الصوره دي ازاي؟ حمست ربنا واتبسطت واتخضيت صراحه. ما كنتش يعني كنت شايف العدد، انا اكيد كنت واقف على الستيج كنت شايف الناس قد ايه كتير، بس لما شفت من فوق حسيت ده يعني نمل، فاهماني؟ كتير قوي. ده نمل كتير صراحه. الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نمشي اليوم بالتنظيم ده صراحه، لان دي حفله كبيره واليوم نفسه ماشى كويس وكل حد جه واتبسط ومعرفش الطاقه كانت حلوه كده، وكل يعني الشباب كلها كانت واقفه جنب بعض عايزين يسمعوا. وبيقولوا اغنيتك الاخيره كمان الشباب كلهم بيحبوها. ما هي كانت حلوه بقى، كانت اغنيه بترقص بقى كده وحركات وواجهه كبيره وحركات. طيب انا بشكرك جدا.